السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد عبر سكايب. وبسبب جائحة كورونا وتواصل هذه المعضلة على المستوى العالمي وتعذر إمكانية أن نقابل الشعراء وجها لوجه عبر سكايب، هذه المرة نذهب إلى السودان ومن كسلة معنا الشاعرة فاطمة كسلوية. أهلا وسهلا بك أستاذة فاطمة، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بكم المذيع الشاعر المتألق مصطفى مطر، أهلا بك وبالتيم الذي يعمل في هذا البرنامج الجميل، وشكرا لأنكم أفردتم لي هذه المساحة. شكرا لك على تشريفك لنا في هذه الحلقة أستاذة فاطمة. في البداية لعلك تحدثيننا عن تجربتك، عن بداياتك، عن الشعر وكيف تشكلت هذه العلاقة وكيف مدت الجسور بينك وبين الشعر. حدثينا قليلا عما ينبغي أن يعرفه الناس عنك بشكل عام في دقيقتين أو أكثر بشيء قليل، تفضلي. نعم، أنا فاطمة عبد اللطيف محمد الخير من مدينة كسلة شرق السودان. اكتشفت نفسي من خلال قراءتي لديوان المتنبي. نعم. عندما قرأت للمتنبي ديوان شعر في عندما كنت صغيرة السن وقرأت ديوان الشعر للشاعر الكبير المتنبي، شعرت بأنني أستطيع أن أكتب مثل هذا القول الجميل المنظم. نعم. فبدأت مسيرتي مع الشعر منذ ذلك الوقت. حدثينا وكانت عن... بداياتي نعم. كانت أو شخبطاتي الأولى كانت من خلال مسارح المدرسة وأيضا إذاعة كسلة، أول جهة احتضنتني وجعلتني أهتم بموهبتي أكثر وأكثر. نعم. وقدمتني للمجتمع البسيط. نعم، عن الإنجازات أو الفعاليات المستمرة في السودان، ليتك تحدثيننا قليلاً عن الواقع الثقافي في السودان عموماً وفي محافظتكم أو بلدكم على وجه الخصوص، تفضلي أستاذة. هنا في كسلة يعني تقام منتديات تهتم بالشعر وبالمواهب كثيرا. نعم. ولكن هي قليلة، ليست فيها استمرارية، ولكن العاصمة طبعا هي أكثر اهتماما بهذه المجالات، وكثيرا ما ألقى دعوات من العاصمة من خلال مهرجان الخرطوم للشعر العربي ومن خلال البرامج المختلفة والمسابقات وما إلى ذلك. نعم. ففي كسلة شارك في مسابقة كجراي للشعر الفصيح وأحرزت المركز الأول بفضل الله تعالى، وللمرة الثانية أيضا أحرزت المركز الثاني. نعم. أيضا يوجد برنامج في إذاعة كسلة باسم همزة وصل أيضا شاركت فيه وأحرزت المركز الأول في الشعر الفصيح والحمد لله تعالى. جميل جدا. نعم. جميل جدا أن يكون الإنسان دائما على ارتباط بالمشهد الثقافي في بلده. أقول أستاذة فاطمة، من الجميل جدا أن يكون الواحد منا دائما على ارتباط بالمشهد الثقافي في بلده وعلى تعدد قنوات الظهور، سواء في التلفزيون أو في الصحيفة أو في الإذاعة أو في مختلف الأنشطة التي يمكن أن يعرض الشاعر من خلالها موهبته، تماما مثلما تفضلت بذكر بيت الشعر في الخرطوم، وهو تابع لإمارة الشارقة بحسب ما تتوفر لدينا من معلومات. هل زرت بيت الشعر هناك؟ زرت بيت الشعر وسجلت في مهرجان الخرطوم للشعر العربي. نعم. وأيضا بيت الشعر الآن هو بصدد إصدار ديواني الثاني، وهو بعنوان أراني أعصر ضوء أن برعاية بيت الشعر بالشارقة. جميل جدا. وأنا الآن في الأيام المقبلة سأوقع ديواني الجديد إن شاء الله. من الجميل جدا أن تصرحي بمثل هذه الأخبار الطيبة
من خلال هذه الحلقة في برنامج بيت القصيد. أراني أعصر ضوءا، وأراني والسادة المستمعون متشوقين لأن نستمع إلى أولى القصائد التي ستلقينها علينا حتى يعم الضياء الأرواح. أستاذة فاطمة، إلى أولى القصائد تفضلي، لك المنبر والكلمة، تفضلي. من الأناقة قد سالت جداولها، وقد نمت في قوافيها سنابلها، تحاور الغيمة تحاور الغيمة إن عدت معاجمه، بلا رياح تغذيه أناملها، في جوفها أبحر طورا تسجرها، منها تعوذ بالشيطان عاذلها، ما غرها أن يصب النيل في دمها، ويحتفي ببنات الفكر ساحلها، تعطرت في شفاه الغاب سيرتها، مزنبهت أن عود الفأس حاملها، ما قيمة السلم والأشجار تفقده، وقيمة الأرض إن جفت خمائلها، شقيقة النخل لا يجتثها حجر، لئن تطاول عاقته فضائلها، وتثمر الحرف والأنواء عاتية، وما الرياح إذا لاحت زلازلها، تعيش للشعر كم نادت بعبقره، جوامع الحرف فاكتظت دواخلها، تشيد في القمم الشماء مسكنها، فيفرح الصبح إن غنت بلابلها، هي اكتشاف سماء كيف يعجزها، قمع السفوح وقد سارت جحافلها. حياك الله أستاذة فاطمة، ودامت هذه الروح الشاعرة محلقة في سماء السودان العظيم ومتألقة، تعبر عن الواقع بعين فاحصة، بعين كلها حكمة، بعين تتشوف المستقبل وتسعى إلى تحسينه وتمكين أبنائه منه. أستاذة فاطمة، إذا أردنا أن نتحدث عن الشعر ودور الشعر في تمكين الوعي الشعبي وتغيير حالة اللاوعي وحمل الناس إلى الوعي بما ينبغي عليهم أن يقوموا به، ما هو دور الشعر والشاعر هنا؟ تفضلي. نعم، طبعا الشاعر أو الشعراء عموما هم ألسنة الشعوب، والشاعر له دور فعال في بث الوعي في المجتمع، و يعني تقديم النصائح من خلال تعبيراته ومن خلال نظمه، يمكن أن يتناول المشاكل بمختلف أنواعها. هناك من يتهمكم بالتقصير، ماذا تقولين؟ خصوصا في السودان هناك من يتهم كثير من المثقفين بالتقصير في موضوع، يعني مثلا النهوض بالعامة من البسطاء من الناس. قولك في مثل هذا القول أو هذا الرأي الذي يتبناه كثيرون أستاذة فاطمة، كيف يمكن لك أن تردي على هذا القول؟ أنا أرى أن هذا القول ليس دقيق، يعني فالشاعر هو الذي يحمل قضيته، وهو الذي يعني يعلم يعني مدى هذه المسؤولية، كونك تمسك القلم وتكتب هذه مسؤولية. فأنا أعتقد أن لكل شاعر دوره في بث الوعي وفي حمل لواء هذه القضية. نعم. أستاذة فاطمة، هل دور الشاعر فقط يعني ينحصر بالورقة والقلم والكتابة فحسب؟ أم أن دوره من الواجب أن يتجاوز مجرد الكتابة؟ يعني يفترض في مجال
يعني في كل القضايا الإنسانية، ومن خلال الواقع يمكنه أن يقوم بكثير من الأعمال الخيرية يعني من خلال رؤيته لها يعني بزاويته الخاصة. نعم. طب الآن إلى موضوع مختلف قليلاً أستاذة فاطمة، وهو موضوع تصنع الشعر. يعني نجد في زماننا أن هناك انفصال ما بين الشاعر، انفصال الشاعر عن الجمهور. ما الحل؟ وهل هذا الانفصال فعلاً موجود؟ وإذا كان موجوداً هل هو موجود بشكل واسع أو بشكل مقنن؟ طبعا بالنسبة للشاعر الذي يتصنع مثلا أو يعيش في عالمه الخاص بعيدا عن الجمهور، نعم، فالشاعر لا ينبغي له أن يكون في كوكب وجمهوره في كوكب آخر. نعم. لابد أن يكون متفاعلا مع كل القضايا، ولا بد أن يعيش الواقع الذي يعيشه الناس، وأن يعبر عنه بكل أحاسيسه ليكتب شعرا صادقا. ما القضايا التي تحب فاطمة كسلوية أن تتفاعل بها مع الجمهور، أن تتفاعل بها مع العوام من السودانيين؟ ما هي القضايا التي ترغب بأن تتجاوز بها القلم والكتابة نزولا إلى جوار الناس وما يرجونه ويأملونه؟ مثل هذه القضايا لك أن تبيني بعضها، تفضلي. نعم، أنا طبعا أفعل كل ما أراه مناسبا يعني. نعم. كإنسان قبل أن أكون كشاعر، فالشاعر كما قلنا سابقا لا ينفصل عن جمهوره ولا يعيش في كوكب آخر، وإنما يتفاعل ويحزن لجمهوره ويفرح لجمهوره، وإذا كان هناك حدثا وطنيا ما يتفاعل، وحتى في إطار الثورات يعني الكثير من الفنانين والشعراء نزلوا إلى الشارع وشاركوا الجماهير، لأن القضية يعني ليست للعام فقط، حتى الخاصة من الشعراء والفنانين، فهي يعني القضايا الاجتماعية عامة يعتني بها الشاعر أكثر من الناس. نعم. الآخرين. أستاذة فاطمة، الحب الكامن في قلبك لنيل واحد أو لأكثر من نيل؟ بصراحة أنا بصراحة يعني أحب يعني كل ما هو يعني رائع وجميل، وحبي للنيل كبير جدا، ويمتد هذا الحب خارج النيل أيضا. نعم. ماذا عن الألم، عن المعاناة، عن الوجع؟ هل الشعب السوداني متألم، موجوع؟ هل ترين أن مثلا الشعب السوداني بحاجة إلى أن يعيش واقعا أفضل؟ هل الحلم في طريقه إلى تشكل، أم أن هناك حالة من اليأس مثلا؟ نريد إجابة بعيدة كل البعد عن السياسة، قريبة كل القرب من الإنسان في السودان. الشعب السوداني كغيره يعني من الشعوب التي عانت من الحروب والمشاكل يعني يعيش حالة من الأحزان وحالة من الإحباط أحياناً يعني. نعم. بسبب الحروب والمآسي والكوارث التي تحدث له أحياناً. بعيداً عن الإحباط. نعم. بعيداً عن هذا الإحباط، لنكتفي بهذا القدر للإجابة عن واقع الشعب السوداني والألم. بعيداً عن الإحباط كما قلت لك، قريباً من الأمل لا الألم، إلى قصيدة جديدة. نعم. وفيها من السعادة والأمل ما فيها، أو لك حرية اختيار ما تودين قراءته. تفضلي أستاذة فاطمة كسلوية، شاعرة سودانية من كسلة، معنا عبر سكايب لمن يتابعوننا في هذه اللحظات. لك أن تبدأي قصيدتك الجديدة، تفضلي أستاذة. غنيت باسم الحلم، أشعلت المدى، أفردت للحسن الجناح وأفردا، وفتحت بالحرف السخيم دائنا، وملأت أقبية البيان زمردا، علمت أسمائي لكل قصيدة، ونفخت في ثغر المجاذ فغردا، ودلفت للمعنى بأبهى حلة،
وكواكب الإلهام خرت سجدا. جميل. فتوشحت لغة الضياء قصائدي، إذ فاقت الدر الأنيق تفردا. أيد ستمنعني العروج لسدرتي، وأمام قافية الفضاء تمهدا. فلتعتصم أبدا بحبل مكابر، وتروض الطوفان حيث تمردا. ما زال صوت المغرقين بمسمعي، في كل زاوية يردده الصدى. ما زال صوت المغرقين بمسمعي في كل زاوية. مجددا، ما زال صوت المغرقين بمسمعي، في كل زاوية يردده الصدى. يبتز إرهاف المشاعر صاغرا، لا يحمل النبلاء قلبا أسودا. لا يحمل النبلاء. سأطل والضوء الحليم يحفني، لأعيد نور المعتمين من الردى. سأعيد أطيار الصفاء مجددا. أعيد أطيار الصفاء لدوحهم، وعلى فمي خد الحروف توردا. رست السكينة إذ حملت بأضلعي، من كل ألوان المحبة عسجدا. هي هكذا الأيام تنصف مزهرا، وتحيد عن من كان صخرا أملدا. هي هكذا الأيام مجددا. هي هكذا الأيام تنصف مزهرا، وتحيد عن من كان صخرا أملدا. عن كل من قد خانها بنزاهة، أو كان عن دين المبادئ ألحدا. عن كل من قد خانها، بنزاهة، أو كان عن دين المبادئ ألحدا. فغدا سنصبح في المنابر فكرة، ونعيش بالذكرى فتهدينا الغدا. فغدا سنصبح في المنابر فكرة، ونعيش بالذكرى فتهدينا الغدا. لفظ فوك يا أستاذة فاطمة، هذا الغد الذي تأملين أن يأتي بشكل هدية، ما الذي ينقص السودان العظيم حتى يأتي هذا اليوم باعتقادك؟ الشعب السوداني ككل الشعوب التي تفتقر إلى الكثير من مقومات الحياة، يحلم ويبني قصوراً من الآمال في مخيلته، ويحاول أن يترجم هذه الأحلام على أرض الواقع بقدر ما يستطيع. نعم. من خلال ثورات جادحة لتغيير الواقع المرير الذي كان يعيشه سابقاً من خلال الحكومات السابقة. نعم. الآن هو على وشك أن يحقق أحلامه، وعلى وشك أن يعيش كبقية الشعوب في نعيم وفي سعادة إن شاء الله تعالى. هل هذا حلم مرتقب ومرجو، أم هو رأي ترين أنه موجود على أرض الواقع؟ هل فعلا الشعب السوداني في ظل هذه الظروف وهذه الأيام التي يعيشها، أنت ترين أنه يخطو خطوة مثلا في الاتجاه الذي رسمته الأحداث التي قام بها وفجرها قبل حوالي عام ونصف أو عامين؟ نعم، أنا أرى الشعب السوداني هو الآن يخطو في طريقه الصحيح، ويأخذ قرارات صحيحة. رغم نعم هذه الفترة قد تكون صعبة قليلا، ولكن سيتجاوزها الشعب السوداني. نعم.
وشعب معلم يعني، وشعب يعرف ماذا يريد. نعم. وإذا نزل إلى الشارع يعرف كيف ينتزع حقه. أحسنتي. عرفينا أكثر أستاذة فاطمة على الشعب السوداني، يعني كل مواطن من بلد عربي إذا ما سئل مثل هذا السؤال فتأتي في باله فكرة يود أن يعرفها مختلف شعوب المنطقة العربية ككل عن بلده. ما الفكرة أو الصورة المعينة التي تودين أن نعرفها وربما كنا نجهلها؟ تفضلي تحدثي عن شعب السودان بكل ما تحبي. نعم، هو شعب السوداني شعبي بسيط وشعبي طيب القلب، يمكن أن تستميله كلمة يعني طيبة، وشعب مكافح وعرف يعني منذ الزمان الأزمنة الفائتة والأزمنة القديمة بنضاله وبمروءته، وأنه أرض خير، أرض خير وبصبره، ويصنف على أنه السلة الغذائية العربية، هذا ما صنفته بها كثير من المراجع المكتوبة، وأطلق هذا الوصف واللقب على السودان كبلد. هل تؤمنين بفكرة أن السودان منقسم ومنفصل أو يقبل الانفصال؟ حاليا فيه يعني بعض ال يعني تحدثي بحرية وصراحة، قولي ما تحبين. لديه مشاكل صراحة، هو لديه مشاكل في الأطراف، ولكن إن شاء الله ستحل كلها إن شاء الله تعالى. نحن لدينا أمل كبير في هذا الشعب وفي خياراته وفي تفهمه، وعندما يجلس الشعب السوداني على طاولة واحدة لا يخرج منها سوى بالمحبة وبالقرارات الصحيحة. أحسنت. التي تنفع و يعني تفيد الوطن أكثر، وهذا هو المأمول. هم مشاكلهم الشخصية أو نعم، يعني أرجح كفة الوطن على يعني أحلامهم الشخصية. نعم، دائما ترجح كفة الوطن، لأن الوطن للجميع، والوطن هو الأبقى من أي مطامع أو من أي يعني رؤية لا تنتمي إليه. الرؤى المنتمية إلى الوطن هي التي ستعيش به ومعه ومن أجله، أما كل رؤية لا تنتمي إلى جسد الوطن الواحد فإنها حتما بالية وإلى زوال. ما بين كسلا والخرطوم، حاولي أن تحدثينا قليلا عن المحبة الحاضرة في وجدانك شعرا ورأيا، حدثينا عن الحب الحاضر في قلب سودانية لهاتين المدينتين، وما إذا كان الحب يرجح لمدينة على حساب أختها. طبعا يعني فطريا سواء كان شاعر الشخص إذا كان سواء كان شاعرا أو غير شاعر، هو يحب المدينة التي ولد فيها وترعرع فيها. نعم. ونشأ فيها، هي مدينة كسلة أحبها بعمق وأنتمي لها بكل تفاصيلي وبكل، كما قيل سابقا إن شاعر ابن بيئتي. أرجو ألا يغضب منك أصدقائك في هي المدينة التي شكلت وجداني، وهي المدينة التي خرجت الكثير من المبدعين. لا شك. نعم. مثل الحاج ومثل الفنانين الكبار والشعراء. نعم. الكبار يعني خرجوا من مدينة كسلة. نعم. أغلبهم. أرجو أن تقع هذه الكلمات خفيفة لطيفة على قلوب من يعرفك من الخرطوم. أستاذة فاطمة، إن كنت تسمعينني قلت لك أرجو أن تقع هذه الكلمات التي تفضلت بها أن تقع خفيفة لطيفة على قلوب من يعرفك من الخرطوم، فلا يشعرون بالغيرة حينما ترجحين حب كسلة على حب الخرطوم. لا مشكلة، في النهاية كلها بلد واحد، أليس كذلك؟ بلد واحد بالتأكيد، يعني ليس هناك فرق كبير. نعم. لكن هي الخرطوم يعني مدينة الأحلام بالنسبة لي، لأنني أجد فيها الكثير يعني من المنافذ التي أطل من خلالها والتي ألاقي فيها جمهوري،
يعني أتعرف أو يتعرفون علي. جميل جميل من جميل ضلع. من الجميل أن تكون مشاعرنا متوازنة في حب البلاد. أحسنتي، ولا يعني لا اجتنبتك ولا اجتنبت الحكمة أستاذة فاطمة. ما رأيك بأن نذهب إلى قصيدة جديدة قبل أن نخرج إلى فاصل؟ إلى قصيدة؟ تفضلي. إلى القصيدة. سأقرأ نبوءة جيل. تفضلي. كأنني يعني هذه القصيدة قصدت بها الحوار السابق. لا مشكلة، لك أن تقرأي ما تحبين. فإن أمسكت عن مائي بأرض فإني قد هميت بروض أخرى، وقد عللت للبيض انقطاعي بأن سحائبي للحقل أسرى، فكم أغريت أشجارا بغيمي وكان تأنقي بالنبل أقرى، فمن أجل سنابلي جاد قيسي فعفة حقلها بالجود أحرى، وما حلم سنابلي غير غيث إذا عصف الجفاف بها وأزرى، فتقترح السماء لها قميصا لتلقيه بوجه الأرض بشرى. جميل. وبنت الدهر تسأل في فضول زمان الحزن كيف تعود صغرى، ألم يقل الذي أهدى القوافي إلينا إن بعد العسر يسرى. الله الله. عجبت لنخلة بالخير حبلى وقد كادت من الإنفاق تعرى، لها كم قيصر قد مد فأسا قبيل شفائها من فأس كسرى، وظلت تعصر الأحلام ضوءا وكان الشعر بالتأويل أدرى. الله. يفيض بها من الأفكار بحر يغازله على الأذهان مجرى، تلبسها من الكروان صوت تعانق حسنه الآذان سكرى، تسيل على خلايا الحرف شهدا وقد تركت عيون النخل حيرا، تسيل على خلايا الحرف شهدا وقد تركت عيون النحل حيرا، بها احتشد الضياء بها احتشد الضياء، فقال جيل ستحدث نهضة للشعر كبرى. الله الله. بها احتشد الضياء فقال جيل ستحدث نهضة للشعر كبرى. ستحدث وستحصل نهضة للشعر كبرى. لا عدمنا هذا الأمل أستاذة فاطمة، لابد أن نذهب إلى فاصل الآن. السادة المشاهدين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم معنا عبر سكايب من كسلا في السودان.
العظيم بشعبه وأهله وناسه الطيبين. معنا الشاعرة فاطمة كسلوية. حيا الله أستاذة فاطمة مجددا. أستاذة فاطمة، إلى جانب القطاع الصحي والعلمي والأمني وهذه العناصر التنموية المجتمعية التي ينبغي أن تكون حاضرة في مختلف المجتمعات المتطلعة إلى الريادة، إلى جانب كل هذا، ما الذي تحتاجه مجتمعاتنا حتى يتشكل الوعي بشكل أكبر داخل أبنائها فيعرفوا ما الواجب عليهم فعله وما الواجب عليهم تركه وهجره؟ تفضلي. هذا الأمر يتوقف يعني على الوعي، يبدأ من داخل الأسرة. نعم. كل ما كانت الأسرة متعلمة ومثقفة هي تخرج أجيالا تستطيع أن تساهم في نهضة المنطقة أو البلدة أو الوطن بصفة عامة. أحسنتي. فنعم. لك فالثقافة تساهم بشكل كبير، والعلم والثقافة وهذه الأشياء، وهناك رغم تطور العالم توجد مجتمعات حتى الآن في كثير من البوادي على مستوى الوطن العربي حتى الآن لا تجد التعليم الكافي ولا الثقافة التي توفر لها الكثير يعني من المفاهيم والأفكار التي من خلالها يمكن أن يساهم هذا الجيل أو الشعب في نهضة البلد وفي ثقافة الوعي. نعم. في محاربة العادات الضارة وما إلى ذلك. نعم. في القصيدتين السابقتين أستاذة فاطمة جئت على ذكر المبادئ وتحدثت عنها، المبادئ في تجربة الشاعر، كيف يمكن للشاعر أن يبقى محافظا على المبدأ فلا يحيد ولا يحور؟ تفضلي. المبادئ هي قيمة إنسانية قد يشعر بها الشاعر أكثر من غيره لفرض حساسيته، فلكل شيء مبدأ، والمبادئ السامية هي التي تمهد بالإنسان. هل الشعراء أصحاب مبادئ؟ هل الشعراء أصحاب مبادئ؟ بصراحة تفضلي. بصراحة صراحة أكيد، لأن الشاعر كائن يختلف يعني عن غيره، فهذه المبادئ عند الشاعر تجدها متضخمة جدا يعني. إلى أي مدى تجدين؟ لا فلكل قاعدة. نعم. إلى أي مدى تجدين أنك جاهزة للتضحية من أجل المبدأ الذي تحملينه وتدينين به؟ بصراحة. بصراحة أنا من أجل مبدئي يعني قد أضحي بأشياء ثمينة جدا. نعم. لأن الإنسان بلا مبادئ يكون بلا قيمة يعني. نعم. أحسنت. إلى قصيدة جديدة أستاذة فاطمة، تفضلي. نعم. ماذا ستقرأين هذه المرة؟ لون القصيدة، شكلها، طريقتها، مضمونها، محتواها، تفضلي. سأختار هذه المرة قصيدة تتحدث عن قصة تاريخية حدثت في مدينة كسلة. نعم. أزمنة الاستعمار. نعم. كان يوجد ابن لقبيلة الهدندة وهي إحدى قبائل البجا الكبيرة بشرق السودان، وكان بطل القصة في ذلك الزمان يعني مثقفا ومتعلما. نعم. وكان في ذلك الزمان ممتاز باشا يستشيره في كثير من الأمور لنبوغه ولفطنته، فكان هذا البطل هو ابن لعمدة. نعم. في ذات الزمان، وكان وحيد والديه، وكان حلمهما يعني قبل أن يأتي إلى الدنيا وتبدأ القصة، وكانت هذه القصة حافلة بالدراما عندما تبدأ الأم بالغناء لطفلها الذي لم يأتي بعد، وعندما جاء حق الأحلام وكان نعم الابن الذي يمكن أن تفخر به أي عائلة. ماذا حصل بعد ذلك؟ نعم. ماذا حصل له؟ فهذا الابن صارت قصته تجري على الألسن وتحكى وتروى للأجيال
وغناء الأم بتلك اللهجة بلهجة أستاذة فاطمة. سألتك يبدو أنك لم تستمعين إلي، سألتك وقبل أن تذهبي إلى القصيدة أن تختمي لنا القصة، مختصر القصة وما الذي حصل مع هذا الشاب. نعم أنا الآن معك في هذه القصة، أحاول أن أبين لك نهاية هذه القصة. إن أصلاً أصل القصة إنه ابن وحيد لعائل، نعم، عائلة أو في عمدة في ذلك الزمان، في زمن الاستعمار، وكان هذا الشاب مثقفاً ولدرجة بعيدة، نعم، وكان ممتاز باشا يستشيره في كثير من الأمور، وكان فخر للعائلة وللأسرة، فغنت له أمه أغنية باللهجة البجاوية، نعم، صارت الآن شعار لإذاعة كسلة. جميل. لذلك أنا استلهمت القصيدة من هذه الأغنية. جميل جدا، وربما موضوع هذه القصيدة يتشاكل مع عنوان هذه الحلقة من بيت القصيد، وهو كيف نشكل الوعي الشعبي لدى العامة انطلاقا من الشعر. تفضلي أستاذة فاطمة والقصيدة. أنا أقول هذه القصيدة على لسان هذا الشاب، نعم، الذي غير الكثير في ذلك الزمان في هذه المدينة الصغيرة. تفضلي. أعدت للشجر المستعبد الصفقة، وجئت بالضوء للديجور فانعتقا، أتيت من رحم الأمجاد متشح لون الشموس، وقلبي عانق اليققا، يسود في ذمني مستعمر شرس، هذا البرود به قد زادني رهقا، لكنني قد صلبت الحرف في فمه، وقد تلوت من الأشعار فاحترقا، فلي لسان إذا أطلقته لبق، ولست من يحمل الأقلام والورق، ونخلة في غيابي أذرفت دررا، عوضتها بهطول أزهل الودقا، لأنها مثل كل الأمهات سنا، بقلبها قد وجدت الحب والقلق، تهز جزع أساها، قلت يا قمر لا تحزني فغدا سأفاجئ الألقا، يكاد يسقط من دعواتها ثمر، لبيك يا قمر في حلمه صدقا، أتيتك النجم والآمال مطفأة، مدي يديك لعلي أعبر النفقا، قد كنت في عدمي صفرا فأدركني منك الضياء، فنلت القلب والحدقا، إني فتاها الذي في رحمها علق، ألقت بصندوقه فتجاوز العلقا، غنت لمقدمه مذ كان منجدلا، في ظهر والده يستنبط الشبقا، غنت لنولا كالأطيار يلهمها نور الرجاء فأنهى صوتها الأرقا، تدون الحلم في الوجدان قافية، بها أطل فأهدي للمسى الشفقا، لما أخاف وهذا النور أسكبه، ولي عصايا ضربت البحر فانفلقا، ووالدي قد يصوم العمر أكمله عن الكلام لكي يستقبل العبقا، لا دين للحب لكن في الورى ولد أطل من شرفة التاريخ إذ سمقا،
لا دين للحب لكن في الورى ولد أطل من شرفة التاريخ إذ سمق. شكرا جزيلا لك أستاذة فاطمة على هذه القصيدة، ولكن ربما يعني تغضبين قليلا المتشددين في العروض حينما قلت فتجاوز العلقة، لأنهم ربما لا يجيزون متفاعل فاعل ويريدونها دائما على مستفعل فاعل فحسب، ولديهم مسوغاتهم المقنعة والدلائل والبراهين المثبتة التي تعزز ذلك. على أي حال لا ضير بمراجعتها، وأنت أستاذة في هذا المجال. الآن دعينا نتحدث عن حلم شاعرة ببساطة وعفوية، ما الذي ترجينه من الشعر أستاذة فاطمة؟ نعم، هو الشعر بالنسبة لي قضية حياة، هو الشعر حلم، حلم كبير جدا في حياتي. ما الذي تريدينه منه بالضبط؟ ما الذي تريدينه نعم. أنت من الشعر ببساطة؟ أريد من الشعر أن يوصل الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس. نعم. وأريد الشعر أن أصل للمجد وأن أحقق أو أحقق الخلود في مجال الشعر، يعني كبقية الشعراء السابقين. نعم. إذا كان لابد من رسالة صريحة للوسط الثقافي في السودان، ماذا عليك أن تقولي أو ماذا تحبين أن تقولي الآن؟ تفضلي لك الكلمة. أنا أحب أن أقول لكل الذين يعني القائمين على الأنشطة الثقافية سواء الحكومية أو سواء يعني العفوية أو التطوعية أو غير الرسمية. نعم نعم، أنا طبعاً من هذا المنبر يعني أحب أن يعني أنبه يعني المسؤولين عن الثقافة في الدولة أن يهتموا أكثر بالمبدعين وبالمواهب على بصفة خاصة. نعم. لأن في السودان يعني يعاني الكثيرين من المبدعين. على ما يبدو أننا فقدنا الصوت. أستاذة فاطمة هل أنت معنا؟ على ما يبدو أننا يعني فقدنا الاتصال بالأستاذة فاطمة. على أي حال سنتواصل بعد الفاصل مشاهدينا الكرام والجزء الأخير والمتبقي من بيت القصيد، ابقوا معنا. أستاذة فاطمة، عودا جديدا لك ومرحبا بك مجددا بعد الانقطاع الخارج عن سيطرتك أكيد. وفي الختام ماذا تقولين من أجل السودان ومن أجل القصيدة؟ تفضلي كلمة ختامية. من أجل القصيدة أقول أتمنى من المؤسسات الثقافية والمنابر الإعلامية أن تهتم بعجالة لو سمحت، بعجالة تفضلي. نعم، قلت لك أتمنى من المنابر الإعلامية والمؤسسات الثقافية أن تهتم أكثر بالمواهب وأن ترعى المواهب وأن تقدم الكثير من البرامج للمواهب.
أستاذة فاطمة، أشكر قناة الرافدين أو هذا البرنامج العريق، وأتمنى لكم المزيد من الازدهار. شكرا جزيلا لك أستاذة فاطمة كسلاوية من كسلة في السودان، كنت معنا طيلة هذا الوقت في هذه الحلقة من بيت القصيد. نرجو أن تتجدد مثل هذه اللقاءات لما فيها من جمال. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. دمتم بخير وإلى اللقاء.